السلام عليكم، كيف حالكم؟ درسنا اليوم في الفصل الثاني عشر، القياس. عنوان الدرس: المحيط. الأدوات التي يجب تحضيرها للعمل: كتاب الرياضيات الجزء الثاني وقلم رصاص. المحيط: الهدف من هذا الدرس هو أن نحسب محيط مضلع. المفردات: المحيط. مراجعة سريعة: أوقفوا العرض وبعد الانتهاء من حل المراجعة السريعة أعيد تشغيل العرض مرة ثانية. حسناً، أنهيتم؟ لنقرأ المطلوب. اكتب عدد أضلاع كل شكل هندسي. المطلوب عدد الأضلاع، كما قلنا في المرة السابقة، عدد اسم المضلع يدل على عدد الأضلاع. هندسة الرياضة: والد هاني مهندس يصمم منشآت رياضية. وجد هاني على مكتب أبيه تصميماً لملعب رياضة، فأراد أن يحسب محيطه. هذا الملعب، نريد أن نرى التصميم الهندسي لهذا الملعب. هذا هو الملعب. كيف يمكن أن نحسب محيط هذا الشكل الهندسي؟ ما هو المحيط؟ المحيط هو المسافة حول الشكل الهندسي. إذن المطلوب أن نجد المسافة حول هذا الشكل الهندسي. كيف يمكن أن نجد هذا المحيط لهذا المضلع؟ نحسب محيط المضلع بجمع أطوال أضلاع. إذن لكي نجد محيط هذا الملعب، يجب علينا أن نجمع أطوال أضلاعه المختلفة. محيط الملعب يساوي مجموع الأضلاع جميعها يساوي 881 متر. هذا هو محيط الملعب. ما الفرق بين المضلع المنتظم والغير منتظم؟ مضلع منتظم، هذا المثلث منتظم لأن أضلاعه الثلاثة متطابقة. مضلع غير منتظم، أضلاعه الثلاثة غير متطابقة. ومر معنا في درس الرباعيات رباعي منتظم مثل المربع والمعين، ومضلع ورباعي غير منتظم مثل شبه المنحرف. الآن كيف يمكن أن نحسب محيط هذا المضلع المنتظم؟ اتفقنا أن المحيط يساوي مجموع أطوال الأضلاع. بما أن هذا المضلع منتظم وأضلاعه الثلاثة متطابقة، فيمكن أن نحسب المحيط عبر الضرب، لأن الجمع المكرر هو ضرب. فهنا بدل أن نقول 6 سنتيمتر زائد 6 زائد 6، نقول 6 سنتيمتر ضرب 3 نحصل على المحيط. إذن عندما يكون لدينا مضلع منتظم، نحسب المحيط عبر عدد الأضلاع ضرب طول الضلع الواحد. مضلع غير منتظم، هنا المحيط يساوي جمع أطوال أضلاعه. لأن أضلاع مختلفة، نقوم بجمع الأضلاع الثلاثة المختلفة: 5 سنتيمتر زائد 4 سنتيمتر زائد 3 سنتيمتر، نحصل على المحيط يساوي 12 سنتيمتر. ما محيط كل مضلع؟ هذا المضلع الذي أمامنا هو مستطيل، كل ضلعان متقابلان متطابقان. فلكي نجد محيط هذا المستطيل، نلاحظ أن الطول تكرر مرتين والعرض تكرر مرتين، فتكون قاعدة محيط المستطيل طول ضرب 2 والعرض ضرب 2. واختصرنا كلمة الطول بالحرف طا وكلمة عرض بالحرف عين: 12 ضرب 2 لأن الطول مرتين، و7 ضرب 2، نحصل على المحيط اللي يساوي 38 متر. الشكل التالي هو مربع. المربع أضلاعه الأربعة متطابقة، يكون محيطه يساوي الضلع ضرب 4، واختصرنا كلمة ضلع بالحرف ض. المحيط يساوي 9 ضرب 4، يكون محيط هذا المربع 36 متر. أمثلة: جد محيط كل مضلع. المضلع الذي أمامنا هو سداسي، ولكن توجد قطعة مستقيمة داخل هذا السداسي. هل هذه القطعة لها علاقة بالمحيط؟ ما رأيكم؟ لنحسب. اتفقنا أن المحيط هو
المسافة حول الشكل. إذن هذه القطعة لا علاقة لها بهذا المحيط. هننظر جيدا ونتذكر ما معنى كلمة المحيط. المحيط هي المسافة حول الشكل، يعني ضلع ضرب 6. المحيط يساوي 23 ضرب 6، يصبح محيط هذا السداسي 19.20 متر. هذا المضلع غير منتظم، المحيط يساوي مجموع الأضلاع. نقوم بجمع أضلاعه. الضلع الذي تكرر مرتين، 5 و13 تكررت مرتين ضرب 2، 4 تكررت مرتين ضرب 2، والضلع 2 و16 مرة واحدة، يصبح المحيط يساوي 21.20 سنتيمتر. تحقق. الآن أوقف العرض وقوموا بحل الأسئلة 2 و3 و5، وعند الانتهاء من العمل أعيد تشغيل العرض. أنهيتم؟ حسن، لنبدأ معا. لنقرأ المطلوب. جد محيط كل مضلع. المطلوب إيجاد محيط كل مضلع. المضلع الأول أمامنا هو مربع. اتفقنا المحيط يساوي ضلع ضرب 4 لأنه رباعي منتظم، يساوي المحيط 12 ضرب 4، 48 كيلومتر. رقم 3، المضلع هو مثلث أضلاعه مختلفة. إذن مضلع غير منتظم، يعني نقوم بجمع أطوال أضلاعه. المحيط يساوي 12 سنتيمتر. رقم 5، مضلع غير منتظم، مجموع أطوال أضلاعه. نقوم 2 تكرر 3 مرات، نضرب 2 ضرب 3، وباقي الأضلاع مرة واحدة، نجمع 4 زائد 5 زائد 3، نحصل على المحيط هو 18 متر.